My pleasure to welcome. من أود أن أرحب السيد زامورا رئيس وزراء أندورا. Your Excellency, you have the floor. صاحب السعادة تفضل. موجود أندورا شوف كده. Mesdames et messieurs, l'Andorre a récemment approuvé l'actualisation de sa contribution déterminée au niveau national et relevé son objectif de réduction des émissions pour l'année 2030 conformément à ce qu'établit le pacte de Glasgow pour le climat adopté lors de la COP26 au Royaume-Uni. Cette actualisation établit un objectif ambitieux, réduire les émissions de gaz à effet de serre 55% d'ici à 2030. Alors qu'elle est responsable de moins de 0,001% des émissions mondiales, l'Andorre s'est fermement engagée en faveur de l'action pour le climat et satisfait, dans les temps et les formes convenues, aux exigences de communication de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qu'elle a ratifiées. Si bien qu'après avoir publié et soumis 4 rapports biannuels d'actualisation, elle a déjà commencé l'élaboration de son premier rapport biannuel de transparence, comme le requiert l'accord de Paris. Je voudrais également souligner que l'Andorre a adhéré à la déclaration conjointe de l'Organisation météorologique mondiale afin d'anticiper les événements météorologiques et d'assurer la protection de sa population face aux phénomènes climatiques extrêmes. En effet, l'Andorre est un pays de montagne, situé dans les Pyrénées, où les effets du changement climatique sont مثل جبال البرانس بفرنسا وتعاني الكثير من المشاكل المناخية بسبب التغيرات المناخية. أؤكد لكم أن هذه جبال مثل جبالنا قام وقد تم بالفعل خبراء المناخ بتصنيفها تعاني من مخاطر كثيرة. وأؤكد لكم أيضا أننا نعاني أيضا لأننا لا ندمجها ضمن البرامج الصحية بسبب هذه المشاكل. نحن لدينا مساحات كبيرة جدا من الجبال التي يمكن أن يمارس عليها رياضة التزحلق على الجليد، وهذا سوف يصب في صالح اقتصادنا للسنوات القادمة، لأن النشاط السياحي هو أحد ركائز الاقتصاد كما تعلمون. نحن أؤكد لكم أننا لدينا اهتمام كبير بالطبيعة وبالتنوع البيئي، لذلك سوف في 17 نوفمبر القادم سوف ننظم اجتماع وزاري مختص يخص التغيرات المناخية في المناطق الجبلية. أؤكد لكم أيضا أن منطقتنا تم تعيينها من قبل منظمة الفاو كأفضل منطقة جبلية، والتي يجب أن نقوم بتطويرها جيدا، وإنها بالفعل هشة في مقابل التغيرات المناخية، وتم إضافة ذلك على أجندة الأمم المتحدة. السيد والسادة، المناطق الجبلية بالفعل هي أكثر المناطق طموحا لصالح التعديلات المناخية والحفاظ على البيئة. جميع المحافظات التي يسكن بها حوالي 1.3 مليون من عشرة مواطن تمثل المستقبل، يجب علينا الحد وتقليل هذه الكميات من الكربون ومن هنا حتى 2050. يجب أن نقوم بالتوافق وتبني أنظمة بيئية وصديقة للبيئة، ونحفز أيضا التعاون المتعدد الأطراف على المستوى الدولي. لكن أؤكد لكم أيضا أن الإجراءات التي اتخذت لم تكن كافية لمكافحة الاحتباس الحراري،
ولذلك ولهذا السبب نحن نطلب من جميع الأطراف أن يحترموا ويقوموا باحترام والالتزام باتفاقية باريس وبكل بنودها. وسيد رئيس وزراء لوكسمبورغ سوف يؤكد ويؤكد أيضا أنه من الجيد أن نحترم هذه الوعود وأن لا تبقى وعود ويجب أن ننفذها. نحن نضع في اعتبارنا والتزمنا بحديثنا وبالتزاماتنا وتعهداتنا. بالفعل نحن لا نستطيع أن نخيب ظن مواطنينا مرة أخرى وهم مستقبلنا. نحن نعمل من أجل الشباب وطموحهم ونحن لدينا طموح كبير في حماية الأجيال القادمة. أشكركم شكرا جزيلا.